احنا عندنا الاول هرجع تاني على الفاكتورايزيشن، هرجع من الابسط خالص. يعني لو جه قال لي مثلا ايه؟ اهو اكس باور 2 ماينس 25، تمام؟ دي ابسط نوع خالص، اللي هو كنت بعمل ايه؟ بقوم فاتح تو براكتس كده اهو، اكس باور 2 عباره عن اكس تايمز اكس، ال 25 عباره عن 5 تايمز 5، واحده بوزيتيف واحده بس وخلاص. ده كانوا بيسموه difference between two squares. يبقى الاكس باور 2 عملتها اكس تايمز اكس، 25 عملتها 5 تايمز 5، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، او واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف، مش هتفرق. طيب تعالي بقى دلوقتي نمبر 1. نمبر 2 عملنا ايه؟ نمبر 2 لو جالي بقى between two cubes، انا قال لي كده اكس باور 3 ماينس 8، كنت انا بعمل ايه؟ براكت صغير وبراكت كبير. البراكت الصغير هعمل فيه ايه؟ هعمل فيه دي اكس تايمز اكس تايمز اكس، هكتب اكس واحد. الاي عباره عن 2 تايمز 2 تايمز 2، هكتب 2 واحد والماينس. طب لو انا مش عارف الاي، لو انا مش عارف الاي هعمل كيوبيك روت للاي، هيدينا 2 بس، كيوبيك روت للاي هيدينا 2. طيب نيجي عندنا هنا دلوقتي، افهم ان ايه، ان معنى كده ان الاي دي كانت 2 تايمز 2 تايمز 2، كتبت 2. لما جبنا البراكت الصغير اقدر اجيب البراكت الكبير ازاي؟ بعمل الاولاني بار 2، يعني بعمل الاولاني تايمز نفسه، يعني اكس تايمز اكس اكس بار 2، واعمل الثاني تايمز نفسه 2 تايمز 2 هيدي لي 4، وطبعا هيبقى بوزيتيف، لان انا لو كانت نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 هتدي لي بوزيتيف 4، ولو هي بوزيتيف 2 تايمز بوزيتيف 2 هيدي لي بوزيتيف 4. طب في النص هعمل ايه بقى؟ هعمل اكس تايمز 2 ب 2 اكس وغير الساين، خليها بوزيتيف بلس 2 اكس. تاني يعني في النص هعمل ايه؟ هعمل الاول تايمز الثاني واغير الساين، تمام؟ يعني اكس تايمز 2 ب 2 اكس، بس بدل ما هي نيجاتيف اخليها انا ايه؟ بوزيتيف. فنلاحظ حاجه، تلاقي الساين هنا نيجاتيف، هنا نيجاتيف في البراكت صغير، هنا بوزيتيف في البراكت. طيب لو جات لي بقى ان هي جايه نفس المساله بس جايه بوزيتيف اهو، نفس المساله اكس بار 3 بلس 8، ايه الفرق؟ مفيش فرق، كل ما علينا انا اعمل كده براكت صغير اهو، البراكت التانية تبقى ماينس 2x. ايوه ايوه الله ينور عليك، نفس القصه، هاخد اكس واحده وهاخد 2 واحده والبلس، اجي هنا اكس تايمز اكس باكس بار 2، 2 تايمز 2 ايكوال 4. في النص بقى بص، حتى ده بوست 4، ده اولوز بوست، اخر واحد ده اولوز بوست. طيب اجي في النص اكس تايمز 2 ب 2 اكس، نغير الساين نخليها نيجاتيف 2 اكس بس، وخلصت على كده، تمام؟ طب تقدري تقولي اول واحده طلعت ايه ولا حلها انا الاول؟ انا ممكن اقول لك انا شو حليتها. اوكي اول واحده تبقى اكس بلس 3 واكس ماينس 3 في اكواس طبعا. اكسلنت، هتعملي طبعا تحتيه صح واكسلنت وستار وكده، تمام؟ اوكي تاني مساله اكس ماينس 3 والكوس الثاني اكس باور 2 بلس 3x plus 9. اوكي ماشي. والمسألة الثانية مثلها بس بدل ما نحط plus 3 راح نحط minus 3. اوكي ماشي. تمام. شايفتي الفكرة بتاعتها؟ طب دي بس صورة. والله ما أشعر من وين بالمال. إيه من قليل التدريب. مستر. أيوة. أنا عاملة، أنا استنى استنى يا حلو. أنا شو مسوية بالماث؟ يعني عاملة إيه بالماث أنا؟ لا كويسة جدا. كويسة جدا. أنت مش حاسة، يعني خدي بالك دول بتوع درسين أصلاً. صديقتي عم بتقول انه انا ما بفهم ماث، وهي اصلا ما بتفهم شيء. مين اللي ما بيفهم ماث؟ انت صديقتي. انت بتفهمي؟ ايه عم تقول لي انت بتفهمي ماث احسن مني. والله ما شاء الله عليك يا والله كسر ازاي يعني؟ هي سارة هي عم تقول هيك. لا 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 هبقى اطمن ماما، ليش؟ لا 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 مو امي، صديقتي صديقتي. ايش
شفت يا حيوان، ماشي مش جابها والله. طيب بصي بقى، في نوع كمان اللي هو اكس باور 2 اللي هو التراينوميال بقى. اكس هاخد بس الاول النوع اللي هو برضه الاسهل شويه، اللي هو لما اقول لك مثلا ايه اكس باور 3 ماينس 2 اكس باور 2 بلس 2 اكس ماينس 4. بص النوع ده انا هعمل ايه بقى؟ ده 4 تيرمز، 4 تيرمز انا هعمل فيهم ايه؟ هناخد الاثنين دول مع بعض والاثنين دول مع بعض. بص الاثنين دول مع بعض هاخد منهم اكس باور 2 كمان، لان ده عنده اكس باور 3 ده عنده اكس باور 2، ناخد اكس باور 2 الصغير. بصي ايه اللي بيحصل عليها بقى؟ بعمل اكس باور 3 ديفايدد عليها وارجع اعمل نيجاتيف 2 اكس باور 2 ديفايدد عليها. يعني هعمل كده اكس باور 3 ديفايدد اكس باور 2 وبرجع اعمل 2 اكس باور 2 ديفايدد اكس باور 2. فايه اللي بيحصل؟ اهو هنعملها في السيب اللي جاي، اكس باور 2 لو انا عملت اكس باور 3 ديفايدد اكس باور 2 هيديني اكس، لاني بعمل ماينس للتابس هيديني اكس باور 1 ولو انا ما بكتبش. طب لو انا عملت 2 اكس باور 2 ديفايدد اكس باور 2 هيديني ايه يا ستي؟ هيديني بس. طيب بالنسبه للثانيه بقى، الثانيه بقى بص ده عنده اكس ده ما عندوش اكس، فبضطر ان انا ايه اشتغل على النمبرز، يعني ده 2 وده 4 هما الاثنين ينفعوا ديفايدد 2. طب هنا لو كان في نمبرز برضو كنا اشتغلنا عليهم، يعني لو كان في مثلا هنا 2 نمبرز ينفعوا ديفايدد حاجه واحده كنا خدناها الصغير كومن. انا دلوقتي 2 وال 4 هما الاثنين ينفعوا ديفايدد 2، فانا هاخد 2 وافتح براكت، ده مره يتعمل ديفايد عليه وده مره يتعمل ديفايد عليه. فايه اللي هيحصل؟ دي 2 الثلاث تنسل مع 2 تدينا اكس، 4 ديفايد 2 يدينا 2. تمام؟ ايه اوكي. طيب حاجه بص بقى دلوقتي، الاحظ حاجه ان البراكت اكس ماينس 2 بيتكرر بين المسالتين، البراكت اكس ماينس 2 بيتكرر بين المسالتين، فانا هاخد اكس ماينس 2 كومن واشطبه بقى من المساله دي ومن المساله دي. تمام؟ اتفضل لي في البراكت اكس بار 2 بلس 2، ما انا لما اشطبته من هنا واشطبته من هنا اتفضل الاكس بار 2 بلس 2. سهله ولا صعبه؟ سهله، صورها لي. طب اعمل كمان واحده قبل ما تيجي واحده تعمليها؟ اعمل كده ماشي، بس صور لي دي الاول. حاضر حاضر، مش انا مش هنصحها، اعمل كمان واحده جنبها بالظبط، بس اعرفك ان ممكن يجي فيها ايه؟ ممكن يجي فيها في واحدة يا بصي مثلا ممكن اقول لك ايه مثلا 3 اكس باور 3 بلس مثلا هقلفها لك بس 6 ثانية واحدة 6 اكس باور 2 هلا 6 اكس 6 اكس باور 2 هنا بلس، ممكن اقول هنا ايه مثلا 4 اللي مزود لي رقم هي مثلا هي زي ما يكون هي الارقام. عايز بس اخلي في حاجه ثانيه واحده، اتفضل ايه خلي دي ايه كده بس، خلي دي ايه بس. هو طبعا مش كل مره يطلع اكس بلس 2، بس الفكره انا عايز ايه يعني مش كل مره تطلع اكس بلس 2، انا كاني بس مألف. طيب هنيجي نبص هنا دلوقتي، عندنا لو جينا نبص للتو تيرمز الاولانيين، انا هعملها دي برضو هنا بعدها دي بتاعتها دي. التو تيرمز الاولانيين ده عنده 3 وده عنده 6، هما الاثنين ينفعوا ضربين 3 ناخد 3. طب ده عنده اكس بار 3 وده اكس بار 2 ناخد صفر اكس بار 2. لماذا ناخذ 3؟ ما انا باخد النمبر اللي هما الاثنين ينفعوا ديفايد عليه. يعني مثلا 3 و 6 هما الاثنين ينفعوا ديفايد بكام؟ ال 6 تنفع ديفايد 3 وال 3 تنفع اكيد ديفايد 3. فباخد 3. وال 2 برضه. ماشي ما بس هل 3 تنفع ديفايد 2؟ ما انت لازم تجيب نمبر هما الاثنين، يعني ال 3 تنفع ديفايد 3 وال 6 تنفع ديفايد 3، لازم تجيب نمبر كده. يعني مثلا لو جينا في الثانيه دي، ده نيجاتيف 4 وده نيجاتيف 8، انا ممكن اخد نيجاتيف 4 كومن بس مش هينفع اخد من الاكسات،
ليه بقى؟ لان ده عنده اكس وده ما عندوش اكس. طب ليه خدت نيجاتيف 4؟ لان هما الاثنين من الرقمين دول برضو النيجاتيف 4 تنفع تبقى نيجاتيف 4 والنيجاتيف 8 تنفع تبقى نيجاتيف 4. يعني لازم بيختار نمبر هما الاثنين ينفع تبقى عليه. فاهماني؟ يا نغم فاهماني اقصد ايه؟ ايه عم بفهم. اوكي طيب تعالي بقى دلوقتي. انا لو عملت ده ديفايدد ده او بصي 3x بار 3 ديفايدد 3x بار 3 بلس 6x باور 2 ديفايدد 6x بار 2 هنا برضو نفس القصه، هعمل نيجاتيف 4x ديفايدد نيجاتيف 4 وهعمل نيجاتيف 8 ديفايدد نيجاتيف 4. همشي دي شويه ودي شويه. طب هنا 3x بار 2 هاجي هنا بقى يا ستي هتلاحظي حاجه، 3 هتتكنسل مع 3 x بار 3 ديفايد x بار 2 هيبقى x بار 1 هنعمل ماينس الباور. طب هنا دي بقى خدي بالك ده كان 3 سوري معلش بنعمل ديفايد اللي بره ده هنا 6 ديفايد 3 ايكوال 1 ايكوال 2. طب x بار 2 تتكنسل مع x بار 2 خالص بقى طالما هم شكل بعض. ونبتدي نبص هنا بقى دلوقتي عندنا طب هنا هكتب نيجاتيف 4 هاجي بقى على دول نيجاتيف 4 هتتكنسل مع نيجاتيف 4 اتفضل اكس نيجاتيف 8 ديفايدد نيجاتيف 4 هيديني بوزيتيف 2. لو انا ملاحظ ان اكس بلس 2 بيتكرر في المسالتين صح ولا لا؟ معايا نغم؟ ايه حلو هم واخدين اكس بلس 2 كومن واخدين اكس بلس 2 اللي بيتكرر في المسالتين ده كومن. طالما انا خدته كومن هيتشطب من المساله دي وهيتشطب من المساله دي يبقى اتفضل لي هنا 3x بار 2 وهتفضل لي هنا نيجاتيف 4 بس خلص المسألة على كده. اوكي صورها لي هصورها لك طبعا بس اتكلم على حاجة. هو انت عندك دلوقتي يا مستر حصة؟ عندي الساعة 4 يعني بعدك بربع ساعة كده. لا لا يعني الربع ساعة ده بس هصلي فيه. انت عايزه ايه؟ تسوي لا بس عم بسال ما انا كنت عامل ببقى عامل مثلا يعني ربع ساعه كده بس عشان اصلي العصر وكده فاهم؟ طيب طب ادي لك واحده تعمليها بلاش انا فاهمه تمام بلاش ليه؟ ماشي اوكي واحده سهله اديك واحده سهله زي دي بالظبط يعني زي نفس النوعيه دي هسيب لك دي ست مكتوب هسيب لك واحده منهم مكتوبه واكتب الثانيه مكانها. طب صورها الاول ما انا صورتها مش فيه ماشي صورتها وهمسح واكتب واحده مكانها تمام يا مرب قال لك ايه بقى مثلا 3x بار 3 3x بار 3 هي تعتبر شبيهه ليها اصلا يعني قريبه منها جدا في الشبه. ايه بلس 2x بار 2 انا جايبها لك من الكتاب المعاصر مش مألفها بلس 2x بلس بس هنبهك بس لحاجه صغيره هنبهك لحاجه صغيره ان ال 3 وال 2 مش ما ينفعش تفايد حاجه فمش هينفع ناخد منهم حاجه. لا يعني ال 2 تنفع تفايد ال 2 ما ينفعش تفايد 3 وال 3 ما ينفعش تفايد 2 فمش هينفع ناخد من النمبرز هناخد من الاكسات. طيب هنا في المساله دي ال 12 وال 8 هما الاثنين ينفعوا ديفايد هاتي لي نمبر كده هما الاثنين ينفعوا ديفايد عليه. ديفايد 2 ال 2 وايه تاني؟ كل ما تكبري في النمبرز احسن. خدي بالك في الباورز اصغر يعني اكس بار 2 اكس بار 3 اختار الباور الصغير لكن في النمبر اللي هو الكوفيشنت ده اصغر بقدر الامكان. يعني ده 12 و 8 هما ينفع الاثنين ينفع ديفايد 2 طب ينفع ديفايد ايه تاني؟ 6 لا ينفع ديفايد 4 ينفع ديفايد 2 تمام؟ اوكي بس فهم واخد منهم 4 كوم حاولي تعمليها وانا هحلها تاني حلو اوكي يعني انا المفروض اخد الاكسات ولا اخد الرقم؟ ما انا هاي مش هعرف اخد الرقم لان ده 3 وده 2. هل 3 و 2 في نمبر هما الاثنين ينفعوا ديفايد عليه؟ هما الاثنين في نفس الوقت؟ لا مفيش خلاص يبقى هنضطر ناخد من الاكسات ناخد اكس بار 2 ونفتح الباب.
يعني انت حاولي معايا انا وانا احلها تاني برضه. هي محاول ما احاول اعملها. سؤال، طب انا كده يعني هعمل 12 divided 4 و 8 divided 4 صح؟ الايه 12 و8 هما 2 5 ديفايد 4. هتعملهم هما 2 ديفايد 4. ماشي معاكي نغمة لسه؟ عم بحاول احلها، ما بحلها. ماشي حاولي فيها على قد ما تقدر. انا ما يهمنيش حتى لو طلعت غلط يا رغم، انا احلها لك تاني اصلا. اوكي. يلا خلصتها. اوكي طب هحاول احلها تاني وانتي معايا. طب انتي خدتي من الاولانيه دي ايه كومنت؟ ما فيش كومنت في الأولاني. أنا عملت أول حاجة ال 12 divided 4 وال 8 divided 4، وعملت لا 12 اتكلم على دي، divided اتكلم على دي، على المساله الاولى دي خدتي منها كومنت ايه؟ هو ال 3 وال 2 مش نافعين لان ما هم ما ينفعش تبقى حاجه واحده. هاخد انا بقى دي كسال دي اكس باور 2 دي اكس باور 3، هاخد انا اكس باور 2. اوكي معلش انا عارف ان هي مساله تقيله شويه بس هي لو فهمتيها تلاقيها سهله قوي. اقوم عامل ده ديفايد عليه وده ديفايد عليه. بص 3 اكس باور 3 ديفايد اكس باور 2 وده برضه ديفايد ده، يعني 2 اكس باور 2 ديفايد اكس باور 2 كده. تمام الحته دي ولا صعبه؟ حلو. طيب تعالي انا يهمني الحته دي قوي يا نجم، مفهومه الحته دي؟ ايوه تمام نخش على دي بقى. دي زي ما انت عملت فعلا 12 لقيت هما الاثنين قاعد ضايق 4 فممكن تكتب 4. طب ليه ما نفعش ناخد اكس؟ عشان ده عنده اكس وده ما عندوش اكس. خلاص هنعمل 12 اكس ضايق 4 وال8 تمام. طيب نيجي نبص عندنا هنا دلوقتي، لو انا جيت انزل اكس باور 2 هنا ال 3 ما فيش حاجه تعمل ديفايد عليها تنزل، اكس باور 3 ديفايد اكس باور 2 هيديني اكس باور 1. ليه؟ لان بعمل ماينس للباورز 3 ماينس 2 1 ما بيكتبش. طبعا ال 3 ما فيش حاجه تتعمل ديفايد عليها، او بمعنى اصح هنا زي 1 3 ديفايد 1 3، اكس باور 3 ديفايد اكس باور 2 اداني اكس. طب تعالى على دي اكس بار 2 تتكنسل مع اكس بار 2 اتفضل بوزيتيف. حلو قوي. طيب هاجي بقى دلوقتي بلس 4 هنا، لو عملت 12 ديفايدد 4 هتديني 3 والاكس هتنزل. طب ايه ديفايدد 4 هتديني 2
لو انت ملاحظه حاجه بقى، هي يعني اهم ستيب الاولى دي هي اصعب ستيب، بعد كده خلاص الدنيا سهله، لان هلاقي البراكت ده متكرر هنا وهنا، او ماخده كده وافتح براكت واكتب اكس بار 2 بلس 4 بس وخلاص. يعني هشيل بقى البراكت من هنا أنا لهنا، فهمتها، صورها لي بقى. سهله حاضر. بص بقى هوريك اللي هي المسائل اللي هي بتاعت الدرس الاخير في الموضوع دون، هي معتمده على الدرس الاول في الفاكتورايز، فمنه هنبقى راجعنا على الدرس الاول والثاني في الفاكتورايز او الاول، ومنه هنبقى خدناه. افكرك بحاجه بس صغيره، ان انا لما كنت بقول انا كنت باجي اقول لك فاكتورايز اكس بار 2 ماينس 5 اكس ماينس 6، لو تفتكر كنا احنا بنعمل ايه؟ بنفتح تو براكتس صح؟ ايوه اكس واكس، نجي على جنب بقى في ال 6 دي، ال 6 دي تمشي 6 تايمز 1 وتمشي في اخرنا فوق هنا كده، تمشي 6 تايمز 1 وتمشي 3 تايمز 2 صح؟ انا اختار ايه؟ هبص الاقي المساله ماينس، هختار اللي الماينس بتاعهم يدي اللي في النص. طب انا لو عملت 6 ماينس 1 هتديني 5 اللي في النص، خلاص يبقى اختار ال 6 واختار هنا ال 1. فاكره الحته دي؟ فاكره الحته دي يا نغم؟ فهمتها. اوكي. طيب نيجي عندنا دلوقتي الساينز از روفا، انا بحط كبير هنا وصغير، النيجاتيف دي بتنزل مع اللي هنا مع الكبير، وبعمل نيجاتيف تايمز نيجاتيف في الوسط. كانت بتبقى المساله خلصت على كده، كانت بتبقى المساله خلصت على كده. لو قال لي فاكتورايز هصورها بس عشان انا هزود عليها حته دلوقتي. طب ثواني، وهنا مش المفروض تبقى 3 و 2 عشان لما نعمل لا ما المساله ماينس، قصدي 2 و 2. هو الاخير هو اللي بيحدد. لو انت خدت 3 و 2، 3 ماينس 2 يديكي 1 مش هيديكي 5. فاهماني؟ ما هو الاخير ده اللي بيحدد. تمام. عارفه لو دي بلس كنت اخترت 3 و2 عشان البلس بتاعه ما يدي 5. ثمانية ثمانية نور، ثمانية نغم. فهمت. خدي بالك بقى الدرس بقى الاخير بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا شلت لك كلمه فاكتورايز دي وقلت لك بصي، قلت لك فايند سوليوشن سيت اس اس او سولف، او قال لك كلمه سولف ده ايكويشن، حل الايكويشن يا سولف يا فايند سوليوشن سيت، ايه اللي هيحصل؟ هو هيبتدي يديها لي بقى، مش هيديها لي كده بس، هيقوم عامل لي كده جنبها، هيزود لي كلمه ايكوال زيرو. يعني لو جاب لي فايند سوليوشن سيت او جاب لي سولف هيزود لي جنب المساله ايكوال زيرو. طب هيبقى فيها شغل جديد؟ فيها حته جديده، بس ان انا هنا لما كانش بيبقى فيه ايكوال زيرو بيقول لي فاكتورايز، انا كنت بطلع تو براكتس كده واسكت والمساله خلصت. امال هنا هعمل ايه؟ طالما قال لي سولف وقال لي ايكوال زيرو، بص ايه اللي هعمله؟ اقوم مكمل انا كمان ايكوال زيرو. هو معنى كده ان التو براكتس دول معمولين تايمز بعض ايكوال زيرو، يبقى يا اما البراكت ده هو اللي كان بزيرو فلما اتعمل تايمز البراكت ده طلع زيرو، يا اما البراكت ده هو اللي كان زيرو فلما اتعمل تايمز البراكت ده طلع زيرو. انت معايا نور؟ بمعنى صح عشان ما تتوهكيش، يا اما الاكس ماينس 6 هي اللي ايكوال زيرو، اور اكس بلس 1 هي اللي ايكوال زيرو. يعني يا اما ده اللي ايكوال زيرو يا اما ده اللي ايكوال زيرو. في مشكله كده؟ لا تمام. هتودي ال 6 الناحيه الثانيه، فالمفروض هتبقى ايه؟ 0 بلس 6، ما فيش حد بيقول 0 بلس 6 يعني. من الاخر بودي بقى 6 وخلاص. ما هو الزيرو كان مكانه فاضي اصلا. وهنا هتودي ده الناحيه الثانيه، طبعا بتوديه بأوبوزيت ساين. هو بوزيتيف 1 هيروح بالنيجاتيف 1، والزيرو كان مكانه فاضي. هنا ده لما راح بوزيتيف 6 والبوزيتيف ما بتتكتبش. في مشكله كده؟ لا ما عنديش مشكلة. بس خلاص هم دول الانسرز بتوعي او السوليوشن سيت. هم اللي سوليوشن سيت اس اس، نعمل البريس كده ونكتب ال 6 ونكتب النيجاتيف 1.
قصة كلاسي كل مسألة. سنة؟ طب هديها هي إياها؟ لو جابها لي بقى تنفع بلس عادي يعني. هيقول لي برضه solve the equation، خلي دي نمبر 1. مثلا x power 2 minus 4x plus 3 مثلا. طيب انت عايز احلها برضه ايه رقم حلو زي ال ماشي ايه؟ عايز اظبط بس رقم معين يعني. سمعنا؟ او بص كده عشان بس يبقى في تجربه. ايكوال زيرو هيقول لي ايكوال انا حلو. تعرفي تحليها ولا حليها انت؟ لو تعرفي ماشي، عايزاني احلها ما اكيد هعرف. طيب سهله ما فيهاش حاجه، بس خدي بالك الايت عارفه كم في كم؟ الايت كم تايمز كم؟ الايت 2 تايمز 4 او 1 تايمز 8. والمساله خدي بالك يا نغم بلس. هي عادي سهلة يعني، فاكتورايز عادي. هي بس الجديدة الحتة دي. Give me just. ايه انا هي سهلة على فكرة، بس لما اجيب الإجابة في الآخر في الكوز ده، الكوز الأولاني ده هعمل له ايكوال بس زيرو، والتاني كوز ايكوال زيرو هعملها ايكوجن عادي. مظبوط. ده في ناس بتريح دماغها ويقول لك ايه، طب انا ملاحظ كده حاجة، ان انت الاكس ايكوال وعكسنا ده نيجاتيف 6 خليها بص بس، والاكس ايكوال وعكسنا ده نيجاتيف بس، ما بيعملش الاستيب دي. تخيلي يعني في ناس بعد الاستيب دي بتاع التو براكتس يقول لك على طول يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف 6 والاكس ايكوال نيجاتيف 1 اعكس بس. يبقى احنا ان شاء الله هناخد بالليل يا نغم يبقى 10 توقيت مصر، اللي هو عندك انت كام في الكويت؟ 11. ايه اوكي. هو ثواني، هو في حاجة بتتضرب يعني غير 4 times لا في 2؟ 8 و1 وفي 4 و2، بس المسألة ما تنسيش انها جايه بلس لا من الاخر. تمام. انت هتلاقي جربتها على الماينس، المسألة جايه بلس، ده اللي بيحدد شايفها بلس ولا ماينس. ممكن تكون مش ثواني ثواني ممكن تكون مش واضحة ثواني شوية، عشان بس عشان بس أبقى عارفة. ما هو ده اللي بيحدد. هو أنا بجرب أي تجارب عليهم هنا، أنا جربت 6 و1 وجربتهم ماينس، ليه؟ عشان هي جاية ماينس. طب سؤال، أنا لو عملتها طلعت لي بـ6، خلاص الرقم طلع مظبوط، أعمل الساين ازاي؟ آه إحنا بنكتب الكبير في البراكت الأول والصغير في البراكت الثاني. الساين اللي في النص دي بتنزل مع الكبير، النيجاتيف بتنزل مع الكبير هنا نيجاتيف. طب التاني الصغير ده بعمل له ايه؟ بعمل نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف. لا معايا؟ انا مش قصدي، اصل الرقم اللي طلعته اللي هو في نيجاتيف 6 ده طلع لي ب 6، اللي هو بوزيتيف 6 مش نيجاتيف 6. لا ثانية واحدة. اه مش مشكلة، أنا بتكلم ماليش دعوة بالنيجاتيف دي. أنا بتكلم هما مجموعهم عايز رقمين مجموعهم يطلع 6. اللي هما مين؟ خلاص الرقم يعني بس. الرقم بس. انا فاهم قصدك. تمام. والساينز هنظبطها بعد كده. تمام. نيجاتيف تايمز بوزيتيف يدينا نيجاتيف صح؟ مظبوط. طالما الساينز مختلفة تديك نيجاتيف. شفتي بقى لما تمام بتحل، انا طلعتها. عرفتي ليه بقول لك حل بايدك؟ لما بتحل بايدك غلطات الصغننه دي مثلا بعرفها، او بتقابلني مشاكل وانا بحل بايدي،
او ما انا افهمها فهمتي، لكن انا ما حليتش بايدي المات ما ينفعش اورال خالص، ما ينفعش شكل خالص. انا لو حليت مساله واحده بايدي احسن ما 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 انا حليت على فكره، خلصت المساله اللي لو انا حطيت عارف يعني. انا بقول لك لما تحلي مساله واحده بايدك احسن ما تحلي 20 مساله اورال، او احسن ما ما تحليها بعينيك. طيب بص يا سيدي، او هاجي انا دلوقتي اهو هفتح التو براكتس، عملتي اكس طبعا واكس، طب ايه التو نمبرز اللي اخترتيهم؟ هنا بص، هو ال 8 عباره عن 8 تايمز 1 عباره عن 4 تايمز 2. لو انا خدت 8 و 1 وعملتهم بلس هيدوني 9 مش 6، لكن لو خدت 4 و 2 وعملتهم بلس هيديني 6، يبقى ال 4 هنا ال 2 هنا. حلو، النيجاتيف هتنزل مع ده اكتبيه. هعمل بقى نيجاتيف تايمز بوزيتيف ايكوال نيجاتيف ايكوال 0. طلعت معاكي اول ستيب كده؟ اه حلو، دي يهمني اهم حاجه في الموضوع. في ناس بقى زي ما قلت لك بيقوم عاكس على طول، يقول ايه؟ يبقى الاكس ايكوال هعكس ده، مش ده نيجاتيف 4 يبقى بوزيتيف 4، الاكس ايكوال هعكس ده يبقى 2. وخلص المساله وسوليوشن سيت 4 اند 2. في ناس يحب يعمل ستيب زياده عشان يبين ان هو شغال، ياخد اكس ماينس 4 يخليها ايكوال 0، وياخد اكس ماينس 2 يخليها ايكوال 0. هو فعلا حتى لو ودى الفور الناحيه دي هتبقى 0 بلس 4 و4، وهنا لو ودى ال2 الناحيه دي هيبقى 0 بلس 2 ايكوال 2. سهله ولا صعبه يا ندم؟ سهله جدا بجد. طيب بص بقى، هو ممكن يداري على مساله اللي هو الدرس اللي بعده بقى اللي هو اخر درس في اليونت، عايز يديني الكلام ده على مساله كلاميه. يعني ايه ده الكلام ده؟ عايز يديني بس على مساله كلاميه. اقول لك ازاي يا ستي، هيعمل لي حوار شويه، يعني يقول لي بقى نمبر زي الفزوره كده او بازل يعني. بص يقول لي ايه اللي هو الدرس الاخير، يقول لك بوزيتيف انتجر. انتجر دي عشان ما نترعبش منها، يعني ولا هو ديسيمال ولا هو فراكشن، ما فيهوش لا بوينت ولا فراكشن، يعني ممكن يكون 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4، لكن ما ينفعش يكون 3.5، ما ينفعش يكون 2 اوفر 5 3 اوفر 2، ما ينفعش يكون كده، لازم يكون ايه عدد عادي من الاعداد بتاعتنا دي، عشان بس في ناس بتترعب من كلمه انتجر. انتجر يعني ما فيهوش لا ديسمال ولا فراكشن، يعني ما ينفعش يكون كده وما ينفعش يكون كده مثلا فراكشن ولا ديسمال، ينفع يكون اي نمبر تاني 5 نيجاتيف 2 اي حاجه من دي، لكن دول لا ما ينفعش يكون كده. طب ابص بانتجر هوز سكوير، يعني كلمه انتجر دي كانها نمبر عادي جدا، هوز سكوير از مور ذان 5 تايمز. بص الحوارات ده 5 تايمز ذا نمبر باي 6 باي كم؟ باي 36. وات ذا نمبر؟ أو فايند ذا نمبر؟ فزورة يعني. احنا كل ما علينا ان احنا هنترجمها ترانسليت فروم انجلش تو ماث، يعني ترانسليت فروم انجلش انتو ماث. بص يا ستي، ابوستيف انتجر انا مش عارف مين هو الانتجر ده، هنسميه اكس مثلا. واحد بيقول لي ايه زي الفازين اللي الولاد يقعدوا يقولوا لبعض ايه، اختار لك عدد، اختار لك عدد اكس، انا مش عارف مين هو العدد. طيب بصي بقى، هوز سكوير؟ سكوير كلمة سكوير دي يعني نحط عليه باور 2 اكس باور 2. حلو، از مور ذان، خدي بالك از مور ذان بتترجم ماينس، مع ان مور يعني كتير، بس انا لما اقول لك نغم مور ذان عاطف وذ 2 باوندز او باي 2 باوندز، او خليها عندكم بقى 2 دينارز في الكويت، نغم اكتر من عاطف ب 2 دينارز، يبقى معنى كده ان الفلوس اللي مع نغم
ماينس الفلوس المعاطف ايكوال تو الفلوس اللي معاه رقم ماينس الفلوس المعاطف ايكوال تو تمام. طيب فده اللي حصل عشان كده مور ذان بترجمها انا ماينس. طيب 5 تايمز ذا نمبر الجمله دي كلها انا هترجمها 5 اكس هو 5 تايمز يعني 5 والنمبر اللي هو اكس هترجمها 5 اكس. باي 36 باي 36 دي هترجمها ايكوال 36 ايكوال ايكوال 36. طب كده الايكويشن قدامي بس مشكلتها حاجه هي يعني المفروض الايكويشن تبقى ايكوال 0 ثانيه واحده نقول معلش يا نغم معلش يا نجم ما ينفعش يكون ايكوال 36 هجيب ال 36 دي جوه بأوبزيت سايد هجيب الناحيه يبقى اكس بار 2 ماينس 5 اكس ماينس 36 ايكوال 0 ليه بقى؟ لان لازم الايكويشن تكون ايكوال 0 عشان اشتغل. طيب هنبتدي نشتغل عادي هفتح تو براكتس خليها عاديه بقى اكس واكس ال 36 مشكلتها ان لها حاجات كتير قوي قوي. يعني ال 36 عباره عن ايه؟ 36 تايمز 1 ولو انا مش عارف تايمز كام تاني احط 2 اهو واجرب بالكالكليتور 36 ديفايد 2 هتديلك 18 حط 3 وجربي بالكالكليتور 36 ديفايد 3 هتديك 12 حط 4 يعني انا اصلا لو انا ناسي التايم تيبل 36 ديفايد 4 هيديني 9 حط 5 مش هتلاقي حط 6 هتلاقي 36 ديفايد 6 هتديني 6 تمام. بص قد ايه. طب مفيش مشكله انا المساله جايه في الاخر ماينس انا لو لاحظت حاجه على طول 36 ماينس 1 35 مش نافع 18 ماينس 2 16 مش نافع 12 ماينس 3 9 مش نافع بس 9 ماينس 4 هي اللي هتنفع 9 ماينس 4 يديني 5 بحط هنا 9 وهنا 4 دي هتنزل هنا وبعدين هعمل نيجاتيف تايمز نيجاتيف هتديني بوزيتيف. طب احنا اتفقنا على كل بقى ان انا هقول ايه؟ اكس ايكوال بوزيتيف 9 وهنا اكس ايكوال نيجاتيف 4. طيب هو قايل لي ايه؟ بص هنا هو قايل لي ان هو بوزيتيف اندنج. بوزيتيف يعني معناه ايه؟ النيجاتيف ده هكتب جنبه او هكتب تحته ريفيوزد. مش هو بيقول لي بوزيتيف اندنج؟ هو معنى اجابتي دي ايه؟ يعني النمبر بتاعنا يا اما كان 9 يا اما كان نيجاتيف 4. طبعا هو ينفع 9 بس ما ينفعش نيجاتيف 4 ليه؟ لان النيجاتيف ده نيجاتيف هو بيقول لي بوزيتيف انتجر يبقى في الاخر اقول له ايه؟ ذا نمبر از ذا نمبر از حتى لو هو جابها لي كومبليت ذا نمبر از 9 ممكن يقول لي فايند ذا نمبر وممكن يقول لي النمبر ايكوال 1 او لا لا فهمت القصه دي يا نغم؟ ازاي ان انا how to translate from English to math؟ يا نغم ايه ايوه بقول يس. طيب اصورها لك وابعتها لك؟ صورها. هو ليه حضرتك ما بعتش الصور؟ ما بعتلكيش الصور امبارح؟ ما بعتش الصور. لا بعتها لك امبارح. إيه. بعتها لك. لا بتاعت النهارده اللي حضرتك بتصورها لدلوقتي؟ دي حاجة ما بتبعتهاش دايركت. ما انا ما ببعتهاش واحد واحدة بقى بقوم مستني اقوم بعته في الاخر يعني اول ما اقفل معاك دلوقتي هقوم بعتهم لك على طول. تمام اوكي. طيب هناخد تاني ان شاء الله يا نغم الساعة 10 باذن الله توقيت مصر. اوكي صور بس هاي المسألة. الو اوكي صور بس هاي المسألة. حاضر ما صورتها هبعتها لك دلوقتي حالا ان شاء الله. تمام سلام عليكم.